أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية خالصة من نبع قلب لجميع المغاربة، وشكر خاص للقناة الجميلة قناة الحقيقة وقناة الصدق والمصداقية، وهي قناة أشوق على المصداقية ديالها وعلى الثقة ديالها الكاملة فينا. اليوم إن شاء الله حنا غادي نتكلم معكم السيدة، يعني هو لا يعرفش العربية مزيان حتى، هو مغربي ولكني تعاش في الديار الإسبانية تزاد فيها، كان مريضا والحمد لله بتوفيق الله عز وجل وفقنا الله سبحانه وتعالى باش الحمد لله الدواء، الحمد لله جا عندنا هو والوالدين دابا ديالو في الزياره ديالنا، وقرر باش يدوي مسكين، بغى يقول الصراحه والحقيقه للشعب المغربي. فاحنا اتصلنا بالقناه ديال اشواق باش يجي يقول لهم هذه الحقيقه، هذه غادي نعطيو الميكرو باش يعرفكم براسو ويقول لنا القصه ديالو، غادي نعاود نشرحها لكم انا بالعربيه. ناس todos yo soy marroquí y vivo en España. Bueno, pues yo estaba enfermo por eso de la brujería hace 3 años. ¿Qué voy a decirte? Por la comida, nada. Por el agua, tampoco. Ni sueño, ni nada. También me siento mal. Problemas con mi familia. No puedo trabajar. No puedo estudiar, por ejemplo. Y estuve hablando con señores de este trabajo del señor el Haz, que se llama, y nada de nada, estaba pagando todo lo que me dejaron, pero nada, y sigo enfermo hasta hoy. Bueno, estos días me siento bien y en todas formas, ¿me entiendes? De las por ejemplo de las problemas con mi familia, nada, ahora de momento no tengo nada con ellos, bien, me siento bien, por la comida bien, y por el dolor, nada, estoy bien, me siento bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Yo lo veo los vídeos de él por el YouTube, y nada, hablando con él, y pasó lo que pasó, bien. Y los pasos, cómo trabaja él, son la roquia, y aceite, lavar el estómago, pues, y bueno, ahora estoy bien, me siento bien, puedo comer, puedo dormir, puedo trabajar, puedo estudiar, pues, alhamdulillah. السيد هذا أنصح لكم داك الشيء اللي قال لكم أنه كان مرض بالسحر وما بقاش يخدم، ما بقاش يقرا، حيت هو تيقرا وتيخدم في نفس الوقت، تيبغى باغي زعما يحسن من العمل ديالو، حيت هو تيخدم في مجال الطب وباقي تيزيد يقرا باغي يحسن في المستوى ديالو. وقال لك باللي كان مرض بالسحر وما بقاش يخدم، ما بقاش يقرا، الحياه ديالو ضاعت، تينوض عنده المشاكل في الدار، تينوض عنده مشاكل في حياته، الصحه ديالو تدهورات، مرض. قالك انهم شافوا عائلته الفيديو ديالي في اليوتيوب واتصلوا بيا، وفاش ذكرت معاهم يعني واتفقنا الحمد لله، بديت نعالجو، عالجته بالرقيه وزيد الرقيه الشرعيه وبالبخور، ويعني هادشي الحمد لله باش عالجنا. وقلت لي ارسل لي الصوره ديالو، اكتشفنا بلي عنده الاصحار الحمد لله، نزعناها عليه، ودابا انه تيقول لكم انه راه ولا مزيان بخير وعلى خير،
وفي صحة جيدة وكل شيء مزيان وعلى أحسن ما يرام، وشكرني حتى هو جزاه الله خير، وهادشي هو اللي كاين. وتواصلوا معايا في اليوتيوب، صيفطوا ليا ميساج في الواتساب، وعاود اتصلت بهم وقلت لهم ارسلوا لي الصوره ديالو، ودرت عليها الكشف باش عرفت بعدا شنو هي اول حاجه عنه. عاد منين درت الكشف ديك الساعه قلت لهم هاو ديها المصاريف ديال العلاج اللي تخص، فارسلوها لي على ويستر يونيون، وبديت خدام معاهم. كان عنده السحر وكان عنده التوكال، كان عنده السحر لمأكول وكان عنده السحر مخدوم على الصوره. سمعت هذاك السحر دار ليه عوارض ودار ليه الجين مسكين، يعني ضروا بمعنى الكلمه بزاف، راه كان واحد الحاله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى بالنيه ديالهم، اول حاجه النيه ديالهم كانت صالحه وصادقه، والنيه ديالنا كانت صالحه وصادقه، فالحمد لله استطعنا اننا نتوفقوا في العلاج. الحمد لله ماشي هو الاول ولا هو الاخر، الحمد لله تبارك الله ما شاء الله الالاف والمئات ديال الناس الحمد لله اللي تنتوفقوا في العلاج ديالهم، والحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ورا دائما تنقول لكم دائما في الاخير، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واعلم ان خير جنة اتباع السلف الصالح والسنة، واتق الله ترى العجب العجاب. وانا دائما تنقول الانسان يخدم في المجال هذا في مساعدة الناس بالنية، ما ينصبش على الناس وما يضحكش على الناس، راه هناك من يطلب اموالا طائلة، اموالا خارجة عن العقل، رغب بالعشرات الملايين بالعشرين مليون 30 مليون. كاين الناس مريضة لتتخلص هاد الاثمنة هذه، تتخلصها 10 المليون 6 المليون 7 المليون. كاين الناس مرات تتخلص هاد الاثمنة هذه، خص الانسان يتقى الله في النفس ديالو، يتقى الله في في, في 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 الناس، وما يبقاوش ينصبوا على الناس، ويكونوا بحالنا كي بحال هكا تيخدموا بالنيه ديالهم الا بغاو الله سبحانه وتعالى يساعدهم على الشفاء. حيت شكون الشافي هو الله؟ انسان راه تيدير واحد السبب فاش تكون النيه صالحه، الله سبحانه وتعالى تيسر داك الامر. واشكر جميع المغاربه، واشكر جميع المهاجرين المغاربه، واشكر جميع المغاربة المقيمين، ودائما أنا في خدمة الشعب وفي خدمة المواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو آخر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.